السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم هاني أحمد بن عفيف. بإذن الله راح أبدأ سلسلة لشرح مادة الميكانيكس أوف ماشينز أند فايبريشن. بداية قبل ما نتطرق للشرح حاب أنوه فقط على نقطتين مهمة، وهي الأولى أنك لا تستخدم هذا الفيديو كمرجع أولي، حاول تحضر مع دكتورك، تأخذ الثيوريز، تأخذ نظرة عامة على الدرس من ناحية الكالكوليشن، ثم تحضر هذا الفيديو كتقوية لك في الكالكوليشن وأيضا الثيوري بإذن الله. الملاحظة الثانية، إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار حاول لا توقف عند الجزئية هذه، كمل وواصل، أحيانا يتضح لك الإجابة مع المواصلة بإذن الله. إذا المسألة ما وضحت معك أنت تقدر تحط كومنتس في اليوتيوب على هذا الفيديو في الكومنتس، وبإذن الله إن شاء الله راح أحاول أرد عليك في أقرب وقت بإذن الله. طيب نقول بسم الله ونبدأ نشرح أول درس عندكم، وهو الجير سيستم أو الجير ترين هويست. بداية الكل يعرف ما هو الجير. الجير are used to transmit power between shaft rotating usually at different speed. يعني مثلا عندك هذه بعض الأنواع المشهورة من الجيرز، زي الهيليكال جير، السبور جير. العادة تكون انه واحد من الجير يكون اسرع من الثاني، بحيث انه ينقل الطاقة من الاول الى الثاني. طيب عندنا ايضا هنا سيستم كامل يوضح فيه كيف انه الجير يعني تكون في هذا السيستم. ايضا هنا عندنا صورة من الواقع توضح، هذا محرك سيارة أودي يوضح كيف طريقة إنه الجير متراصة بعضها البعض وتنقل الطاقة داخل المحرك. هذا أيضا بعض الأنواع تستخدم في المصانع. طيب هنا عندنا اللي هو أول حاجة، أنت عندك ميكانيكال سيستم، طيب فأول حاجة راح تعطيه باور، لازم يكون أنت أول شيء تعطيه باور إنبوت. السيستم عندك راح ياخذ هذا الباور اللي انت اعطيته اياه وراح يحوله الى باور اوتبوت. طيب عندنا هنا الترانزميشن سيستم، هذه بعض الانواع من الترانزميشن سيستم، زي عندك الكيبلز، البولي، البيلز، التشين اند الى اخره. طيب فانت راح تعطي السيستم عندك باور وراح يخرج لك باور اوتبوت، عاده يكون اكيد لازم يكون اكبر منه. طيب هذه بعض الانواع اللي هي اللي كنا نتكلم عنها ترانزميشن سيستم، عندك هنا البيلت، هنا هذه الجيرز، هنا عندك التشين والى اخره. طيب هنا عندنا ترمينولوجي اند ديفينيشن. اول حاجه عندك شيء اسمه الجير ريشيو، يعني عندنا هذه الحين هذه مثلا جير لازم يكون بينهم ريشيو. طيب الريشيو اللي هو الاوتبوت سبيد على الانبوت سبيد، اللي هي ان او على الان اي، او تقدر تقول اللي هي الاوميجا او على الاوميجا اي. طبعا هذا القانون اكيد الكل يعرفه، اللي هو الاوميجا بتساوي 2 باي ان على 60. طيب عندنا ايضا الباور بيساوي اللي هي الباور انبوت والباور اوتبوت، بتساوي التورك انبوت في الاوميجا انبوت، والباور اوتبوت بيساوي التورك اوتبوت في الاوميجا اوتبوت. عندنا بعضين بعد هذا الافيشنسي. الافيشنسي عبارة هو بيكون الخارج على الداخل، فانت عندك الباور الخارج على الباور الداخل. طيب هذا راح يوضح لك عندك والله هذا السيستم حقك الافيشنسي كم مقداره. طبعا هنا الباور عوضنا بقيمته اللي هي هذه، وهنا ايضا الباور انبوت عوضنا بقيمته، وتقدر تشيل الاوميجا اوتبوت والاوميجا انبوت وتحط بدالها الان اللي هي الان سبيد هذه، والان سبيد حقه الانبوت اللي هو حقه الجير. هذا الحرف هنا يمثل الريشيو بين الان اوتبوت والان انبوت. طيب راح نوضح اكثر ان شاء الله بالنسبه للجير ريشيو. طيب هنا عندك الجير ترينز انبوت اد اوتبوت، هذه معلومه طبعا تقريبا لازم تحفظها، وهي دائما انه الاوميجا انبوت والتورك انبوت في السيستم
راح يكونون دائما في نفس الاتجاه. شوف هنا، اما الاوميجا اوتبوت، الاوميجا انبوت معليش، والاوميجا اوتبوت هذا يعتمد على الجير كونفيجريشن، راح يتوضح هذا ان شاء الله معاك اكثر في الشابتر الثاني باذن الله. طيب، وهنا عندك الاوميجا اوتبوت والتورك اوتبوت عاده يكونوا عكس بعض زي ما هو هنا موضح. طيب، الان هنا عندك الهولدنج جير برضو اللي راح تتوضح ان شاء الله هذه اكثر واكثر باذن الله في الدرس اللي بعده باذن الله. طيب، نيجي هنا للجير ريشيو، هذه مهمه. الجير ريشيو تقدر تجيبها بالاول حاجه اللي هي الجيومتري ريليشن شيب، تقدر تقول الار 1 على الار 2، الدي 1 على الدي 2، او التي 1 على التي 2، وهذا اللي هو حيكون مستخدم عندك باذن الله، وعاده تكون معطاه في السؤال. طيب، دائما يكون الركبه اصغر فوق والركبه الاكبر تحت. التي هي عباره على النمبر اوف تيث، يعني عندك الجير الاول مثلا فيه له 20 تيث، الجير الثاني فيه له 30 تيث، فلما نقول والله الان 1 2 بيساوي تي 1 على تي 2، يعني ال 20 على ال 30. بعدين عندنا اللي هو الكينماتيك ريليشن شيب، برضو تقدر تقول الاوميجا 2 على الاوميجا 1، الالفا 2 على الالفا 1. طبعا الاوميجا هي الروشنال فيلوسيتي، والالفا هي الروشنال اكسلريشن. هذه هنا ايضا قوانين اكيد اخذتوها من الديناميكس. الجير دايركشن عندنا نوعين، عندنا اكسترنال وعندنا انترنال. لما يكون اوبوزيت دايركشن، واحد منهم لازم يكون سالب. طيب، لانه عندك اوبوزيت دايركشن. اما اذا كانوا في نفس الدايركشن وانترنال، فيكونوا نفس الاتجاه سواء نيجاتيف او بوزيتيف، برضو نفس الاشاره حتكون. طيب، عندنا هنا انواع للجير ترين، عندك السيمبل جير ترين وعندك الكومباوند جير ترين. ايش الفرق؟ انت الان لو تيجي يعني ماخذ نظره من الاعلى، طيب حتشوفهم بهذا الشكل. لو اخذت سايد فيو حتحصلها على خط واحد مستوى زي هذه كذا، على خط واحد. طيب، فلما يكون عندك والله الجير حقك سيمبل جير ترين يعني زي هذا الشكل، الجير ريشيو هو عباره عن الجير الاول على الجير الاخير. شوف ان 1 4، حتقول ايش بتساوي؟ التي 1 على التي 4، التيث حقت الجير الاول على التيث على حقه الجير الرابع. بكل هذه البساطة حتطلع على طول الجير ريشيو بتوين الكل. طيب، انت لو تلاحظ هنا يعني عوضت بكل ريشيو اللي هي 1 2 و2 إلى 3 و3 إلى 4، عوضتهم حتحصل فيه كنسليشن، وحيبقى معاك اللي هي 1 على 4. بينما لما يكون عندك كومباوند جير ترين ما يكونوا على نفس المستوى. لو تلاحظ رقم 3 هذا تحت، و4 ايضا تحت، بينما 1 و2 فوق. فهنا ما ينفع نستخدم تضرب الجميع في بعض كل الجير ريشيو، لا، حتضرب الاول في الثاني. طيب، لكن ما راح يكون في اي كنسله. لو تلاحظ حيصير التي 1 على التي 2 والتي 3 على التي 4، لانه ما عندك هنا ريشيو بتوين 3 الى 2. لو في كان 3 الى 2 كان حيصير نفس هذا الموضوع، حيكون سيمبل جير ترين. طيب، هنا عندنا اللي هو ريفير تو انبوت. ايش معنى هذا الكلام؟ هذه راح تتوضح اكثر ان شاء الله مع المسالات، لكن نقدر نقول هو انواع المسائل اللي حيجيك. يعني مثلا مساله يجيك اول حاجه السورس حقه الانبوت، الباور اللي يجيك مثلا يجيك من مثلا موتور. طيب، يعني اللي هو واحد انبوت، ويكون مثلا الخارج واحد انبوت برضه، او انه يجيك واحد انبوت الداخل ويجيك خارج ميني. هذه طبعا اكثر واحده مهمه وعاده تجي في الاختبارات، او يكون ميني انبوت وواحد اوتبوت. هذه يعني مو مره، هذه اعتقد انها تكون مش معاكم، لكن المساله الاكثر اشتهارا تجي اللي هي هذه الثانيه.
طيب انبوت تورك بيساوي هو هذا التورك انبوت على التورك فريكشن ريفير تو انبوت. احنا عشان كذا كنا نقول هنا فوق ريفير معلش هنا كنا نقول ريفير تو انبوت، فهنا التورك فريكشن ريفير تو انبوت، وهنا تورك انرشيا ريفير تو انبوت، هنا اوتبوت 1 ريفير تو انبوت، اوتبوت 2 ريفير تو انبوت. وايضا لو كان عندك اكثر من اوتبوت بتحط وتزود ثلاثة. طيب الان عندنا بس جزئية لازم تفهمها في التورك الانرشيا، هذا احيانا يكون زيرو في حالات بس. الحالة الاولى اذا كان السيستم ستيبل او ستيدي ستيت، اذا كان ستيبل او ستيدي ستيت احنا نعرف انه والله الفا بتساوي زيرو. طيب القانون حقة التورك انرشيا ريفير تو انبوت هو بيساوي اي ايكويفلنت تايمز الفا انبوت. فنحن نقول اذا كان والله عندك السيستم ستيبل او سيستم ستيت ستيدي ستيت اسف، حيكون عندك الالفا بزيرو. اذا كانت الفا بزيرو اذا هذا كامل بيروح بزيرو. طيب الحاله الثانيه اذا كان الانبوت او اوتبوت سبيد ات كونستنت نو تشينج، طيب نو تشينج ان سبيد ان ذا سيستم، او اذا قال لك ذا انبوت او اوت ذا انبوت اور اوت تورك از ريتش ماكسيمم. طبعا هذه كلها تتوضح من السؤال، عاده بيجيك الاول او الثاني عاده يعني. طيب دحين نجي للسولوشن استراتيجي. اول حاجه لازم تعرف ايدنتيفاي هاو ميني انبوت وهاو ميني اوتبوت عندك. ليش؟ عشان تعرف انت اي نوع من الانواع هذه، هل واحد انبوت تو واحد اوتبوت، هل واحد انبوت تو ميني اوتبوت وغيره. طيب الثاني لازم تجيب اول حاجه الجير ريشيو. طبعا هذه يا شباب مش مهمة يعني لازم تتبعها بحذافيرها، لكن هذا راح يوضح يعني يكون حلك مرتب. وغير كذا إذا حصل عندك خطأ في جزئية معينة الدكتور يقدر يعني يتأكد بأنك من أي جزئية بالضبط أنت أخطأت. طيب فالجير ريشيو اللي هي اتش اللي هي المش فروم انبوت تو اوتبوت اللي هي هنا ايش بتسوي؟ بتروح عندي كل جير ريشيو يعني 1 إلى 2 و2 إلى 3 و3 إلى 4 وتطلع الجير ريشيو بتوين ذيم. الخطوة الثالثة نو ون اوميجا نو اول اوميجا، نو ون الفا نو اول الفا، راح اوضح لكم هذه ان شاء الله في المثال اللي جاي. الانبوت تورك هذه الاكويجن عندك اللي هي التورك انبوت بيساوي جميع التورك في السيستم، التورك فريكشن، التورك انرشيا، التورك تو اوبجكت اوتبوت 1، التورك تو اوتبوت 2 الى اخره. بعدين عندنا الفريكشن تورك، وعندك التورك تو انرشيا. هي لها قاعدتين، لكن انا افضل انك تفهمها مع الشرح لانه صراحه يعني القاعده ما تنحفظ، لكن مع الممارسه وحل المسائل راح تحفظها اكثر يعني. الخطوه السابعه عندك اوتبوت تورك ريفير تو انبوت اللي هي هذه القاعده معلش اللي هي هذه وهذه. اخر شيء تبدا تحل تسولف للتورك والباور افشنسي اند سبيد اند فلو ريت. طيب نشوف هذا الاكزامبل، يقول لك ديترماين ذا تورك ريكوايرد باي ذا موتور، شوف اكواير باي ذا موتور رايز 6 تونز وذ ان اكسلريشن، اعطاك هنا سرعه. بعدين قال لك ديترماين ذا اوفر اول افشنسي، يبغى الاوفر اول افشنسي اوف ذا باور ترانسميشن سيستم. طبعا هو لازم يعطيك النمبر اوف تيث، اعطاك والله الجير الاول تي 1 عنده 20، التي 2 عنده 80، التي 3 عنده 20، التي الرابع عنده 100. هذا الشيء الاول حيعطيك اياه، حيعطيك ايضا البيرنج فريكشن. طيب انت هنا عندك هذا بيرنج، وهنا عندك بيرنج، وهنا بيرنج، وهنا بيرنج، لازم يعطيك بيرنج فريكشن اللي هي الاكس والواي والزد، هنا اعطاك واي 1 واي 2 مساويه لبعض. لما انا اقول يا شباب اللي هو ان الجير ريشيو، انت تركز على هذه النقطة هنا بين 1 و2، هنا بين 3 و4. طيب الشيء ايضا حيعطيك اياه كمان، هو العادة يعطيك هذه الاربع اشياء equivalent mass moment of inertia. لما يكون عندك انت اللي هو الماس مومنت اوف اللي يكون عندك اللي هي هذه الجزئية
اللي هي التورك دو تو انيرشيا، لما يكون عندك في السؤال اعرف انه هذا لازم انت تحسبه، وما ما حيكون عندك السيستم كونستنت سبيد او كونستنت ستيت. فهو هنا اعطاك اياها. طبعا هذه تكون مختصه بايش؟ اللي هي الانيرشيا حقه الموتور، الانيرشيا حقه الشافت، طيب، والانيرشيا حقه الدرم. لو تلاحظ هنا الانيرشيا حق الشافت 2 تو 3 هي لازم تكون العاده اللي هي تكون متوازيه. شوف 2 و3 كانت متوازيه، فيقول لك هنا حيكون في انيرشيا بيست اون اللي اخذتوه في الداينامكس. طيب، طيب نشوف طريقة الحل لهذا السؤال. وأيضا أعطاك، معليش نسيت آخر حاجة، اللي هي الإفشنسي. العادة الإفشنسي تكون ثابتة، يعطيك إياها، يعني الإفشنسي حق السيستم كامل 90%. طيب أنا استخدمت ورقة، وأعذروني على الخط طبعا، لكن إن شاء الله تكون واضحة معكم. طبعا هي عادة للسؤال. أول شيء إيش بتسوي؟ طيب أول حاجة الخطوة الأولى اللي هي قلناها ال identify how many input and output. هنا تيجي تشوف كم عندك input، عندك بس الموتور. كم output؟ عندك هنا هذا بس اللي هي الدرام. فعندك one input اللي هو الموتور and one output اللي هي الدرام. بعدين الخطوة الثانية تجيب الجير ريشيو. قلنا كيف تجيب الجير ريشيو؟ تقول ال in 1 إلى 2 اللي هي هذه، وهنا عندك كمان جير ريشيو. فتقول in 1 2 بتساوي T1 على T2 هي تساوي 20 على 30. طبعا فوق الصغير وتحت الكبير، يعني بالنسبة للرقم هنا 1 2، إذا 1 فوق 2 تحت. تحطها اللي هي T1 T2 يطلع لك جير ريشيو مثلا 0.25. 3 إلى 4 برضو نفس الكلام وجاك 0.2. الخطوة الثالثة يقول لك no 1 أوميجا no all أوميجا، no 1 ألفا no all ألفا. هنا كيف؟ طيب احنا نعرف والله انه الاكسلريشن بيساوي الريديوس تايمز الالفا، الالفا حقه الدرام. ليش انا قلت الالفا حق الدرام؟ لانه هنا اصلا هو اعطاك في السؤال قال لك الاي هذه حقه ايش؟ حقه الدرام، وانت عندك الريديوس حقه. هنا اعطاك الدايمتر 1.2، لكن الريديوس بيكون النصف. طيب فانت تقدر تجيب الالفا. طيب عن هذا عن تقدر بس تقسم، والريديوس بيكون 0.6 اللي هو النصف، والاكسلريشن اعطاك اياها في السؤال 0.4، فانت هنا جبت الالفا حقه الدرام. انت لما تجيب الالفا حقه الدرام، طيب ايوه، انت تقدر ايش تجيب؟ تقدر تجيب الالفا انبوت اللي هي الالفا حقه الموتور. كيف؟ نحن نعرف انه هو من هذه القاعده، دقيقه بس معليش، ايوه من هنا. انت لما تبى تجيب الريشيو، طيب، وعندك الالفا حقه الاوتبوت على الانبوت، بيساوي الجير ريشيو بتوين السيستم كامل. يعني هنا انت عندك ال ايوه، هنا عندك الالفا حقه الدرم اللي هي الاوتبوت على الالفا حقه الانجن اللي هو الانبوت، بيساوي الجير ريشيو بتوين ذيم. الجير ريشيو بتوين ذيم اللي هي 1 الى 2 و3 الى 4 بتوين هذول الاثنين، اللي هي هذا الموتور وهذا هنا الدرم. طيب احنا ايش حنستفيد من الالفا انجن؟ الالفا انجن راح تستخدمها لما انت راح تطلع ايش؟ لما تطلع التورك دو تو انيرشيا اللي هي هذه. لما تطلعها لازم يكون معاك الالفا حقه الانبوت. طيب انا الان طلعت الالفا حقه الانبوت، الان اجي احط الاكويجن حقي. الاكويجن بتقول التورك انبوت بيساوي التورك فريكشن على التورك انيرشيا على التورك حقه الاوتبوت اللي هو ما عندي الا واحد، الدرم. طيب هنا نيجي دحين على اول حاجه عندنا اللي هي الفريكشن. كيف بتحسب التورك دو تو فريكشن؟ طبعا هذه اكثر جزئيه ممكن الطلاب يلخبطوا فيها، لكن هي بسيطه جدا صراحه. أول حاجة تروح عند الانبوت حقك، والله الانبوت فين؟ الانجن. تشوف الفريكشن اللي هو أعطاك، أهو هنا هذه الفريكشن اللي هي أعطاك إياها. طيب عندك الإكس والواي والواي 2 والزد.
تروح عند الموتور يكون حقك الريفرنس هو الموتور. عشان كذا نحن نقول تورك فريكشن ريفير تو انبوت، الانبوت اللي هو الموتور. فعندك الاكس اول حاجه، هل قبله في اي مش او جير ريشيو؟ ما في، فتحطه زي ما هو اكس. طيب تروح عند اللي بعده تشوف والله واي 1 واي 2. طيب انت ما يكون نظرك على الجير، لا يكون نظرك على جير ريشيو، يعني يكون نظرك على مش اللي هي هذه نسميها مش، هذه هنا، هذا هنا عندك يعتبر مش. فاحنا نقول واي 1 زائد واي 2 طيب ضرب الجير ريشيو هذا. شوف هنا واي 1 زائد واي 2 ضرب الجير ريشيو طيب على الافشنسي. هذه هنا الافشنسي، الافشنسي ثابته عندك اللي هي 0.9. طيب نروح اللي بعده، نمشي حنمشي زي كذا، تمشي تمشي هتحصل الزد. هتقول الزد مع ضرب الجير ريشيو اللي قبلها، ايش عندك اللي هي الثلاثه واربعه والواحد والاثنين، هذه ان 1 2 ان 3 4، وهنا عندك 0.9 تايم 0.9. تعوض بالقيم اللي اعطاك اياها في السؤال تطلع التورك فريكشن، التورك فريكشن. طيب دحين احنا كذا طلعنا هذا، باقي لنا هذا وهذا. دحين نروح للتورك انرشيا ريفير تو انبوت. طيب قلنا ايوه حنستخدم، شوف الالفا انبوت قد طلعناها فوق اللي هي هذه. الان باقي تجيب الاي اكويفلنت، هو هنا اعطاك الاي، شوف الاي حقه الموتور، الاي حقه الشافت، الاي حقه الدرم. طيب فهو هنا اعطاك اياها، طريقتها مشابهه تماما للفريكشن. لما سويت الفريكشن كيف؟ اول شيء تروح تبدا من عند الموتور، الموتور حتاخذه زي ما هو دائما يكون لحاله، بعدين تروح تاخذ الشافت اللي هو 2 تو 3. هو شوف اعطاك اياها، تمشي عليها بالترتيب تقريبا. حتقول والله هذه الاي حق 2 تو 3 شافت ضرب ايش؟ ضرب الريشيو اللي قبلها. عندك هنا الريشيو اللي قبلها اللي هي 1 2 سكوير، هنا في سكوير على الافشنسي، هنا سكوير على الافشنسي. بعدين تروح للاي حقه الدرم نفس الكلام، تقول الريشيو 1 الى 2 سكوير، الريشيو 3 الى 4 سكوير. طبعا كل واحده منها تحتها لازم يكون الافشنسي حقه السيستم كامل. شايف هنا عندك ال ايوه 0.25 حقه المش 1 2 سكوير على 0.9، وعندك بعدين هنا برضه ال 500 حقه الاي درام. طيب وايضا نفس الكلام الجير مش على الافشنسي. طلعت قيمه انت الان التورك انرجيا دو تو فروم انبوت، كذا انت طلعت الثاني. دحين تروح للجزئيه الثالثه اللي هي الاوتبوت اللي هو الدرام. طيب نروح عند الدرام. طبعا ايوه هنا بس انت لما طلعت هذه اللي طلعناها هي الاي اكويفلنت، لازم تضربها مع الالفا حقت الانجن عشان تطلع التورك انرشيا اللي هو هذا. طيب الان لما نروح عند اللي هي التورك الاوتبوت حقت الدرم، هنا لازم تسترجع اللي هو تسترجع بسيط جدا حتى سهله، اللي هي الكينماتكس اللي اخذته في الديناميكس اللي هو الاف بي دي بيساوي الكي دي. طيب اللي هي الكينماتكس دايجرام والفري بودي دايجرام. تيجي تشوف انت عندك والله الدرم، هنا عندك الجزء الاول وهنا عندك الجزء الثاني. حتسوي اف بي دي دايجرام لهذا ولهذا ايضا، وايضا كي دي دايجرام لهذا ولهذا. نبدا ب بلوك اي اللي هو 4.5 طن هذا. طيب طبعا هذا حيرتفع وهذا حينزل. طيب لانه هو يقول لك تترماين ذا اوفر اول افشنسي، وفي قال لك هنا توكل كو ايوه 6 طن وذين اللي هي تو رايز ذا 6 تنز. لما نقول لك هو هنا تو رايز اعرف انه هنا حيرتفع وهنا حينزل. طيب
فنحن سوينا هنا اول شيء الاف بي دي دايجرام، قلنا فوق حيكون عندنا قوه مجهوله كيو 1، وهنا عندك الاربعه ونص اضربها في 10 عشان يتحول لكيلو جرام. طيب وهنا الكي دي، الكي دي بيساوي الام في الاي، اسف على الخط. فهنا عندك الماس 4.5 ضرب 10 في الاي، الاي هو اعطاك اياها اللي هي 0.4. طبعا تعوض وحتطلع قيمه الكيو 1، طلعت هذه معانا قيمه الكيو 1. تروح تسوي نفس الخطوات ايضا لبلوك بي. بلوك بي هنا عندك تقول كيو 2، وهنا عندك ال 6 طن نازله لتحت الفري بودي دايجرام طبعا، هذا لانه هنا وزن فحيكون نازل، لكن هنا عندك لازم الماس يكون لفوق طبعا. وانت لازم هنا حسوي ايش؟ اسامشن. طيب لازم تكون عندك هنا الاسامشن اللي هو لفوق بوزيتيف او لتحت بوزيتيف اللي يريحك. فطلعنا الكيو 2. الان ايش بتسوي؟ انت تبغى التورك، كله هذا عشان نبغى ناخذ التورك. فتيجي تقول والله عند منتصف حقه الدرم، هنا انا بحسبها كانها دائره. طيب بقول عند منتصف الدرم، وعندك الار الريديس حقها، وتسوي اسامبشن والله انه الدرم بيكون حقها التورك لهذا الاتجاه، وعندك هنا الكيو 1 وعندك هذه الكيو 2. تسوي اللي هي التورك الاناليسيس العادية اللي نعرفها الكل، اللي هو والله بتقول والله هذا بوزيتيف اللي هو عكس عقارب الساعة، تي دي هذه بوزيتيف، زائدا الكيو 1 في الريديوس ماينس هذا حيكون عندك نيجاتيف، كيو 2 في الار يساوي 0. تعوض القيم حيطلع لك التي دي. هل هذا هو الحل؟ طبعا لا. ايش حتقول بعدين؟ حتقول التي دي بتساوي 5/81 التي دي. كيف جت هذه؟ طيب هذه هنا الخطوه انا ما شرحتها، حتى اشرح لكم هذه اكثر ثم بعدين هذه. طيب ايش حيساوي هو اللي هو التي درم ريفير تو انبوت، بيساوي التورك داخل هذه الدرم مضروبه في الجير افشنسي من الانبوت الين الدرم هذه. فلو تلاحظ هنا ما عندنا الا اثنين، واحد هذا القرمش وهذا القرمش. طيب لما نيجي عوضنا هنا بهذه القيم حقتها طلع لنا 5/81، لكن التي دي ما جبناها. التي دي من فين حنجيبها؟ حتجيبها من الاناليسيس حقت الفري بودي دايجرام والكي دي دايجرام. طلعنا القيمه حقت التي دي وتضربها في 5/81 طلع لك الناتج 700.5 نيوتن متر. تبدا تعوضها في الجنرال ايكويجن تبعك، يطلع لك والله التورك انبوت هذا. اذا هذا هو التورك اللي انت لازم تضيفه للسيستم تبعك. طيب بعد هذا يقول لك اديني الاوفرول افشنسي. بسيطه، الاوفرول افشنسي حتقول والله هو الاوتبوت باور على الانبوت باور، او التي الدي اللي هو ليش؟ لانه عندك انت الان ايش؟ عندك فقط واحد اوتبوت اللي هو حقه الدرم. فحيصير هنا عندك التورك الدرم مضروب في الاوميجا درم على التورك حقه الانجن الموتور على الاوميجا حقه الانجن. طيب انت ما عندك تقريبا الاوميجا حقه الدي، وايضا ما عندك الاوميجا حقه الموتور، فايش تسوي؟ هذه حتساوي الجير ريشيو بناء على هذه الايكويجن. شوف اهي الجير ريشيو هنا حتساوي الاوميجا ال2 على ال1، ال2 اللي هي الاوتبوت على الانبوت. ف نيجي نكمل ونشوف هنا. فانت قلت الاوميجا درام اللي هو الاوتبوت على الاوميجا انبوت بيساوي الجير ريشيو بتوين ذيم. الجير ريشيو اللي هي 0.25 و0.2 اللي هي هذه طلعناها في اول خطوه 0.25 و0.2. طلعت القيمه 0.601 تضربها في 100 طلع لك الجير افشنسي 60.2 مع التقريب، وهذه تكون نهايه هذه الفقرة. انضم معنا الآن واشترك بالقناة ليصلك كل جديد. وايساج معا نحو مستقبل مشرق.